وصل إلى مملكة البحرين اليوم معالي السيد أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة للمشاركة في الدورة العادية 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين وكان في استقباله السفير علي جاسم العرادي سفير مملكة البحرين في الجزائر رئيس بعثة الشرف